السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دي واي اتش توكس. معكم الي جابرييل مدير المبيعات لمعرض ابني بيتك. اليوم مستضيفين معنا السيد توني سخن، سي اي او لشركه المعموره ليفتس اند اسكليترز، وحده من الشركات اللي كلنا بنعرفها بقطاع البناء اللي اكثر برايفت سكشن بقطر. استاذ توني اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. اهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله، طمني عنك، كيف كل شيء؟ مشكور الله، الحمد لله، كتر خير الله. استاذ توني، انا بهمني اول شغله نعرف عن المعموره ليفتس اند اسكليترز، فيك تعرفنا عنها اكثر؟ المعموره للمصاعد والسلة المتحركه. نحن شركه مصاعد مختص بالمصاعد وبس الادراج الكهربائيه. نحن تاسست شركتنا سنه 2005 وصرنا عاملين تقريبا لحد هلا حوالي 1700 مصعد بقطر، و90% من هالمصاعد لفيلات خاصه او مطاعم او صالات عرض. هيدا اختصاصنا نحن بالمصاعد، ونحن شركه، نحن المعموره نحن الوحيدين اجمالا. عندنا كل شركه بيكون مختصه ب بتاخذ اشياء بتختص فيها هي، تاخذ خاصه لا يعني نحن مختصين انه نحن عندنا ستوك. مش ضروري الزبون ينتظر 3 4 شهور لحتى يوصل المصعد لعنده، اذا عايزه مستعجل بيكون عندنا. ونحن كمان شركتنا فيها تعمل اي ديزاين انت بدك اياه. وشي كمان انه نحن فينا نعمل رينوفيشن لاي مصعد، يعني تجديد اي مصعد قديم. انت قطر الدولة صارت قديمة، صار في مصاعد مركبة من زمان وأوريدي صارت مش عم تشتغل كويس أو نظامها صار قديم، فينا نحن نجدد المصعد، والتجديد بكلف أقل ما تحط مصعد جديد. نحن هاد ثلاث أشياء نحن مختصين فيهم، نحن الوحيدين فيها نعملهم. أكيد. ومن وجهة نظرك كيف بتوصف الوضع الحالي لقطاع البناء بقطر؟ من خلال أكيد التطور تبعه مقارنة مع الطلب بالسوق. بالنسبة للوضع الحالي لقطاع البناء، نحن شخصيا مختصين بالقطاع الخاص اللي هو الفيلات. بالنسبة لهذا القطاع وقت الأزمة اللي هلأ صارت، بالعكس زاد البناء، لأنه إجمالا الشعب القطري قاعد بالبيت، قسم كبير قاعد بالبيت ما عم يشتغل، فبقى كان مهتم أنه هو يصلح بيته أو يعمل فيه مصعد أو يحسن بالبيت عنده. فنحن شخصيا زاد الشغل عنا بالمصاعد، زاد عن قبل كورونا. يعني بقى الوضع كبرايفت سكشن افضل من قبل كورونا كبرايفت. الوضع العادي انا مش مختص فيه، ما بقدر اجاوب. ايوه، يعني بفهم منك انه كبرايفت سيكتور كانت الازمه منا كثير مأثر عليه، بالعكس كانت اكثر ايجابيه، لانه الكلاينتس او مثل ما بيقولوا العملاء او الكاستمر صار عندهم الوقت اكثر انهم يهتموا بهيك امور. صحيح. يعني بفهم منك كمان بنفس الوقت انه كتاثير الـ 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 الازمه العالميه اللي هلا صارت ما اثرت ابدا من نسبه المبيعات، من ما اضطريتوا مثلا اكثر تشتغلوا على ماركتينج لشركتكم، او شو عملتوا بهذه الفتره اللي هي اكثر؟ لك هي 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 الازمه اجمالا اثرت على كل الناس، يعني ما فينا نقول انه ما اثرت. حتى لو نحن عم نبيع اكثر هي مأثر علينا، لانه بالنهايه عمالنا في خطر انه يتصابوا بالكورونا، وحتى تصاب كذا حد منهم. ما في شركه بقطر ما تصاب عندها عمال وما ما, ما, ما كانوا مصابين بالكورونا، وانت مجبر تحجرهم وتحجر غيرهم، حيضعف شغلك. حتى لو زاد الشغل او في عندك مبيعات اكثر، بس بالنهايه الازمه الحاليه اللي هي ازمه الوباء الكوفيد 19 أثر على كل الناس وأثر على كل الشركات سلباً أكيد. ونتمنى أنه نطلع من هالأزمة وتخلص قطر من هالموضوع بطريقة جيدة إن شاء الله قريباً. بفضل الجهود اللي عم تعملها الحكومة والدولة، يعني إن شاء الله تكون كله كويس. طب وبالنسبة لهدول التأثيرات أستاذ توني اللي هي كانت نوعاً ما سلبية، شو هي كشركة موجودة بقطر شو عملتوا لحتى تتفادوا هدول المخاطر الصغار؟ نحن عملنا كثير اشياء. اول شيء بالنسبه للكورونا نفسها، نحن من اول الشركات اللي نحن سكرنا على العمال، ممنوع يروحوا بالمولات ويشتروا. كنا
كنا مهتمين كثير انه يجي على 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 غرفته ويضل بغرفته، وممنوع يختلط بغيره من غير غرف. كنا ناخذ لهم حرارتهم كل يوم صباح والمساء حتى، واي حد يبين عليه اعراض نبعته حتى يعمل الكشف. فبقى نحن اجمالا اشتغلنا بهيك، كرمال هيك حفظنا على شبابنا، ما كان عندنا عدد اصابات كبير، كان عندنا يمكن اصابتين او ثلاث اصابات بكل شبابنا، وهذا الحمد لله كان شيء كثير كويس. هلا عندنا شيء ثاني اللي هي تسويق، لحتى نقدر نزيد المبيعات. نحن اخذنا شوروم بطريق سلوى، بتخلص تقريبا من هلا لشهر، وهي حتكون بعدين حتكون اكبر صاله عرض بالشرق الاوسط والخليج لمصاعد. وانا وهذا بعتقد حيكون حيكون كتسويق، انا بعتقد رائع جدا، لان هي طريق سلوى هي افضل مكان للتسويق بعتقد بقطر. صح، معروفه اكثر شيء للمصانع. طب كيف بتعتقد انه حضور المعارض التجاريه بيساعد الشركات على تعزيز مكانتها بالسوق؟ بس قبل على السؤال اللي قبل قلت لك شغله كمان، في اشياء بتتعمل بالمصاعد نحن عم نعملها لحتى تبعد الفيروس عنك، يعني مثل مثلا فيك بتتعمل مثلا انت فيك تحط بالمصعد قطعه بتطهر المصعد، بتعمله ديزانفكشن ببطل يعني بتطهر، فيك تحط على الكبسات، تحط ايدك قدام كبسه المصعد بيشتغل المصعد من دون ما تلمسها، فيها تكون كبسه بالاجر، فيها تكون فيها حتى عاملين نحن مصاعد، صارت مصاعدنا ونحن كمان الشركه الوحيده بالشرق الاوسط والخليج عندنا المصاعد اونلاين، يعني فيك تشغل مصعدك على تليفونك، يعني انت من دون ما تستعمل اي كبسه، انت التليفون بايدك، فيك حتى لو برا البيت فيك تخلي المصعد يطلع او ينزل، وبحال تعطل المصعد فينا نعرف نحن اونلاين انه تعطل من دون ما نروح مره ومرتين وثلاثه على البيت لنشوف شو على الخربان. فهذا شيء بيخلي الناس كمان توثق انه ما في ناس عم تجي لعندك كثير تدخل وتطلع من البيت. يعني هذه النقطة، يعني هذه النقطة بتردنا شوي للسؤال اللي أكثر شوي الثاني، يعني مقارنة بين التطور اللي عم بيصير بالبناء مع الطلب تبع السوق، هل الطلب تبع السوق صار عم بيسعى أكثر لهيك نوع تكنولوجي؟ الناس بتحبها، كل واحد بتعرف التكنولوجي بتشد الزبون، يعني انت بس تقول له للواحد نحن اذا تعطل المصعد فينا نعرف من دون ما نروح نعرف شو العطل، نروح لعندك مرتين وثلاثه نعرف العطل، بالعكس هو اونلاين بيقول لك العطل شو، فاكيد هي بتشد الزبون وبتحفزه، وهي مبلغها قليل يعني مش مكلفه، فاكيد بتشد الزبون وبيخليه انه يحب اكثر. كل الناس بتحب التكنولوجيا يعني خصوصا بالبيت عندها. صح. طب تواجد، نرجع لسؤالنا، تواجد الشركات بمعارض التجارية كيف هذا الشيء بيعزز مكانتها بالسوق؟ هل هذا الشيء بيساعد؟ هل هذا الشيء تفضل. ليك انا اللي نحن اللي خلانا نشتغل من اول من 2005، نحن جينا على اول معرض كان بقطر، جينا كان معرض صغير وكانوا القطريين ينزلوا عليه. انا شخصيا كشركه المعموره نحن بهمنا انه القطريين نفسهم هن اللي ينزلوا على المعرض، لانه نحن شغلنا مع القطريين. فبقى اول ما وقتها كان اول سنتين ثلاثه من 2005 ل 2008 كانت المعارض بتتعمل هون للقطريين وكانت كويسه، بعدين كبروا المعارض كتير وصاروا الناس ينزلوا يلعبوا بالمعرض ويتمشوا بس من دون اي، ما في فايده كان منه. لا السنه الماضيه وقت عملته معرض ابني بيتك، انا بالنسبه لي كانت فكره رائعه جدا، وانا ما كنت مفكر انه ما اشترك باي معرض ابدا، لانه كانت من 2008 لل 2018 اشتركنا بكثير معارض وما فادتنا بشيء، من دون فائده ندفع فلوس على المعارض وهيك من دون افاده بالنسبه لشركتنا نحن. ممكن غير شركات عم بتبيع بالجمله وعم بتبيع، بس المصعد ما فيك تبيعه كجمله يعني. فنحن شخصيا ما استفدنا. بالسنه الماضيه وقت عملنا معرض ابني بيتك كان معرض مختص للقطريين، نحن بالنسبة لنا استفدنا كثير منيح، مع انه كان بأول كورونا، وبالعكس اجينا كذا زبون وقعوا معنا من المعرض، مع انه كان وقت كورونا وكان وقت صعب على كل الناس انه تكفي بيوتها يعني بيوت جديدة او شيء. فبقى كان 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 وقت كويس، المعرض كان رائع جدا بالنسبة لي وانا بتمنى انه يرجع يتعاد. نتشكرك. وشو بتتوقع من النسخة الثانية لمعرض ابني بيتك؟ انا بتمنى شخصيا انه ما يكبروا كثير، يصير هيوج، لانه كل ما يكبر المعرض هون ما عندنا معارض متخصصه، المشكله انه بس تكبر المعارض بس الناس بتحب
انه تنزل ساعه ساعتين وتطلع وتكون شافت كل المعرض. انا هيك بحب، فانا بتمنى انه يضل المعرض مش كتير كبير. هلا اكيد حط كبروه عن قبل لانه كان المعرض ناجح، بس انا بتمنى انه ما يكبر كتير ويضل بنفس التوجه اللي هو للقطريين. انا شخصيا شركتي كانت كتير رائعة وانا حابب كبر كتير السنه الجايه ان شاء الله. نقطة جيدة جدا، وأكيد أكيد رح نضل نشتغل عليها، لأنه هذا أساسا كمان هدفنا، وحسب معالم السوق كمان الأمور كلها بتتغير أكيد. شو هي هلأ الرسالة اللي بتحب توجهها للقطريين يلي عندهم هلأ مشروع لتصميم أو بناء أو ترميم بيوتهم بعد الأزمة؟ انا بحب اوجه لهم رساله انه ليك القطريين كانوا قبل، كانت البيوت اللي بتتعمل بقطر كانت بيوت رائعه، كان في اشياء تتزاد السعر كثير، طبعا كان مبالغ فيه السعر، بس هلا في قطريين كثير عم بفتشوا على اسعار كثير رخيصه. انا بنصحهم انه ما يفتشوا على هذا الرخيص كثير او على البضاعه اللي مش منيحه، لانه هذا بيته. يعني مش معقول في اشياء بالبيت ممكن التي في تغيره، ممكن الصوفة تغيرها اي وقت، ممكن هذا بيتغير، السرير تغيره، بس مش ممكن المصعد تغيره كل يوم، يعني هذا صعب كثير يتغير. انا بنصحهم يطلعوا على النوعيه، اكيد نوعيه المصعد الكويس او اي شيء كويس، مش معقول تكون بنفس نوعيه شيء مش كويس. فقبل ما يعرفوا يشوفوا السعر ويشوفوا انه هذا هو اللي بيأثر، خليهم يطلعوا على النوعيه، لانه هذا بيتهم وهذا هن اللي حيسكنوا فيه، ومش معقول هو حيكون كتير مزعوج اذا وصل على بيته ولقى المصعد واقف او مش شغال او المطبخ في مشكله. هيدا اهم شيء، يعني المفروض يكون اهم شيء يكون كل شيء شغال وشغال كويس ويكون نوعيه كويسه. انا هيك بنصح. صح. استاذ توني نحن كثير بنشكرك على هالمعطيات اللي شاركتها معنا، وعن جد نورت لنا الشاشه اليوم. انا بشكركم وبشكر ابني بيتك، وان شاء الله يا رب تكونوا من 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 شيء كويس لاحسن، وتضلوا منطلقين، وبتمنى انه السنه الجاي تقدر تفتح المعارض ونقدر نرجع نعمل نفس ابني بيتك، لان انا بالنسبه لي كان لي 10 سنين مش مشارك بمعرض رائع جدا مثل السنه الماضيه. انا بتمنى انه يرجع يتعاد. صدقني انه حلو المعرض بوجودكم، صدقا كلك ذوق استاذ. نتشكر كل يلي شاهدوا حلقه اليوم من بي واي اتش توكس، نتمنى كانت مثمره للعديد مثل ما كانت مثمره لنا. تابعونا بحلقه جديده مع ضيف جديد بيوم جديد.